بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة دي هنتكلم على اللايتنج في الاوبن جي ال. اول حاجة هناخد مثال ونشغله. فادي هتشوف هنا في المثال ده تأثير الضوء، ان احنا هنا اول ما عملنا اضاءة على السفير هتلاحظ الجزء ده فيه اضاءة اكتر، والجزء ده عشان مش في وش الاضاءة ففيه ظلال. فهنا لو احنا عملنا دي enable lighting، ده بتخلي الاوبن جي ال يبتدي يعمل حسابات اللايتنج. لو انا عملت عليها كومنت وشغلت، هتلاحظ حسابات اللايتنج في الاوبن جي ال ما اشتغلتش. فامر جي ال انيبل لايتنج ده بيخلي حسابات اللايتنج تشتغل، عملت جي ال ديسيبل لايتنج برضك بيخلي حسابات اللايتنج ما تشتغلش، او لو عملت عليها كومنت ان هي باي ديفولت اللايتنج بعمله ديسيبل. طيب لو رحت في الاوبن جي ال كذا لايت سورس، فاحنا هنا بنعمل زي ما انت شايف سيتنج لايت سورس رقم 0، فانا اعمل له سيتنج وبعدين بعمل له انيبل. فلو انا ما عملتش انيبل ليه هيبقى مفيش اي مصدر اضاءة في السين عندك، فالسين هيبان كأنه مظلم. فهتشوف هنا السين كأنه طيب حسابات الإضاءة بيبقى عشان تحسب الضوء بيبقى مجموع مثلا عند كل فيرتكس او كل بيكسل بتلاقي مجموع اللايت اللي جاي من لايت سورس 0 زائد اللايت اللي جاي من لايت سورس 1 زائد 2، وحسب امكانيات الاوبن جي ال اللي انت شغال عليه في عدد معين من اللايت سورسز. بعدين بعد ما بيحسب الإضاءة الكونتريبيوشن بتاع كل لايت سورس بيضرب الماتيريال امبيونت في اللايت موديل امبيونت زائد بيجمع عليها الماتيريال ايميشن. هتلاحظ هنا في حاجات خاصة بخصائص الماتيريال وفي بعض الحاجات خاصة بخصائص اللايت. فمثلا الجلوبال امبيونت لايت دي خاصية من خصائص الضوء، فعشان كده بعمل لها سيتنج بامر جي ال لايت موديل، وبحط الانيميريتور لجي ال لايت موديل امبيونت وبعدين بحط القيمه. فانا حطيت 2 من 10 2 من 10 2 من 10 1، والواحد دي هي الالفا تشانل او الترانسبيرنسي. طيب افرض عاوز اعمل سيتنج للامبيونت للماتيريال، فبستخدم امر جي ال ماتيريال. فامر جي ال ماتيريال يبقى انا بظبط الماتيريال، جي ال لايت معناها بتظبط خصائص الضوء. بعدين بقول له الماتيريال عندي فرونت وباك، فبقول له ظبط الفرونت. طيب انهي خاصيه في الماتيريال؟ خاصيه الامبيونت. طيب يحط القيمه بكام؟ بالقيمه اللي هي بديها الفيكتور اللي هو نو ماتيريال. النو ماتيريال حاطط الريد والجرين والبلو كلهم بصفر. طيب هو هنا بيعمل ايه؟ بيضرب القيمه دي في القيمه دي. طيب بيضرب الريد في الريد والجرين في الجرين والبلو في البلو، فهنا وهيطلع لك اللي هي الريد والجرين والبلو. فهيضرب 2 من 10 ادي الريد في الزيرو، دي خاصية ضوء، دي خاصية ماتيريال. 2 من 10 في زيرو هيديك زيرو، وبعد كذا يضرب الجرين برضك 2 من 10 بتاعت اللايت وادي زيرو للماتيريال، ف 2 من 10 في زيرو هيدينا زيرو، وبرضك البلو 2 من 10 في زيرو هيدينا زيرو. فهنا حاصل الضرب هنا هيديك ثلاث حاجات، الريد كومبوننت والجرين والبلو كومبوننت. طيب الماتيريال ايميشن دي معناها الماتيريال بتشع اضاءه، يعني الماتيريال هي مصدر اضاءه، ودي مثلا زي الشاشه بتاعه الكمبيوتر
بتشع إضاءة، يعني أي مصدر إضاءة فاسمه ماتيريال إيميشن، يعني الماتيريال نفسها هي في بتعمل إضاءة. فعشان أعملها سيتنج الخاصية دي خاصية ماتيريال، فبعملها سيتنج بأمر جي إل ماتيريال، وبقول له إذا كانت الفرونت أو الباك، وبقول له الخاصية دي اللي هي خاصية الإيميشن، وبديله القيمة. فهنا اديته ادي الريد والجرين والبلو. القيمة دي هو بيجمعها على كل الحسابات اللي هي الماتيريال ايميشن، في اي حسابات هتطلع هنا هيجمع عليها الماتيريال ايميشن. طيب قلنا عشان الاوبن جي ال باي ديفولت اللايتنج، حسابات اللايتنج معمول لها ديسيبل، فانا عشان ابتدي اشغلها بعمل جي ال انيبل لايتنج. اول ما تعمل انيبل لللايتنج بتلاقي امر جي ال كلر مش شغال معاك، يعني احنا كنا بنستخدم قبل كده امر جي ال كلر عشان نلون بيه الاوبجكت. طيب دلوقتي الاضاءه الوان الاوبجكت هتتحسب، فامر جي ال انيبل هتلاقي اول ما اعمل جي ال انيبل وجي ال اندرسكول لايتنج هتلاقي امر جي ال كلر مش شغال معاك. وهوريها لك، يعني ناخد هنا مثال عليها. احنا هنا ادي هنعمل مثلا الكورة اهو، هعمل مثلا امر جي ال كلر، اخلي مثلا ادي سفير وهلونها بامر جي ال كلر 3F. مثلا باللون الأحمر. فأنا هنا لو عملت enable lighting هتلاقي اللون الأحمر هنا ما اشتغلش معاك. فادي هنشغل على الرغم ان انا ملونها بلون احمر، الاحمر ما ظهرش معايا على الرغم ان انا هنا مديها تلونها باللون الاحمر. طيب لو انت عملت disable the lighting خلاص هيبقى امر جي ال كلر هيشتغل معاك. لو جينا نشغل هنا اهو، هتلاحظ لونها باللون الاحمر، فامر جي ال كلر اشتغل معاك لما احنا كنا عاملين disable lighting. لكن اول ما تعمل enable the lighting هتلاقي انت بتلون باللون الاحمر، الاحمر ما ظهرش خالص لان امر جي ال كلر لم يستخدمه، لان هو بيحسب اللون. طيب برضه كل مصدر اضاءه هتستخدمه لازم تعمل له انيبل. فافرض في الامبلمنتيشن انت شغال عليها في الاوبن جي ال كان فيه 8 مصادر اضاءه، كل واحد هتظبطه لازم اعمل له انيبل عشان يخش معاك في الحسابات. لو انت ما عملتلوش انيبل هتلاقي في الايكويشن ده، الايكويشن هنا اهو، هيجي مثلا افرض كلر فروم لايت 2 انت عملت له ديسيبل، فتلاقي هو حط القيم بتاعته بصفار ما دخلتش في الحسابات. وهتلاحظ في المثال اللي احنا عملنا انيبل اللايتنج فيه، يعني عملنا انيبل اللايت وجينا عند لايت زيرو عملنا له ديسيبل اللي هو خدناه في اول محاضره، هتلاحظ السفير كان فيه نسبه اضاءه بسيطه فيه. نسبه الاضاءه جت منين مع ان اللايتس كلها بصفار لان احنا عاملينه كله ديسيبل؟ جت لان انا عندي في عندي امبيوت لايت وفي الاميشن، فلو اي حاجه بقيمه هتديك سنه اضاءه بسيطه، الا بقى لو انت كانوا محطوطين بصفار. طيب هنتكلم على الفانج ريفليكشن موديل. الفانج ريفليكشن موديل بيقول لنا ادي الماتيريال اللي انت شايفها دي، الاضاءه بتاعتها جايه من 3 كومبوننت، كومبوننت اللي هي الامبيونت، وكومبوننت اللي هي الديفيوجن، وكومبوننت اللي هي السبيكلر. الامبيونت ده الضوء بتضيفه على السطح، لا يعتمد على العمودي على السطح ولا بردك يعتمد على الفيو بوينت، ده بيتضاف فلات على كل السطح، عشان كده بيسموه فلات كلر. يعني زي ما انت شوف اللون هنا لما ضفناه ما بيديكش السطح، يعني ما بيديكش التضاريس بتاعت السطح. بالنسبة للديفيوجن بتلاقيه بيعتمد على العمودي على السطح. فافرض عندك ادي سطح اهو، ادي العمودي عليه. طب افرض سطح مايل بالمنظر ده هتلاقي العمودي اتغير. فانت كل سطح، ادي سطح بالمنظر ده هتلاقي العمودي بتاعه كده. فالديفيوجن بيختلف الاضاءة حسب اختلاف العمودي، لكن الديفيوجن لا يعتمد على الفيو بوينت. يعني انت لو شفت الاوبجكت، لو انت بصيت على الاوبجكت من هنا
او بصيت عليه من هنا اهو هيديك نفس اللون بالظبط، فهو لا يعتمد على الفيو بوينت. فالديفيوجن بيعتمد على ميل السطح لكن لا يعتمد على الفيو بوينت. بالنسبه للسبيكولا لا بيعتمد على الكل، بيعتمد انت لو جيت تبص للسطح من الكاميرا حطيتها هنا او جيت حطيت الكاميرا في مكان تاني هتلاحظ الاضاءه اتغيرت على السطح. فدايما السبيكولر ده هو بيدي خاصيه اللمعان، فانت لما تكون عاوز تزود اللمعان على الاوبجكت بزود السبيكولر كومبوننت. مجموعه الثلاثه دي هيديك ادي الاوتبوت اللي انت شايفه. طيب ازاي بحسب الكلر؟ احنا قلنا بنحسب الكونتريبيوشن بتاع الكلر فروم لايت زيرو، بعدين نجمع عليه الكونتريبيوشن فروم لايت فروم لايت واحد وهكذا. طيب بنحسبها ازاي؟ بحسب ان انا ده بيساوي حاصل ضرب الاتنويشن فاكتور في السبوت لايت افكت، بعدين بنفتح القوس الديفيوجن انتنستي في الماتيريال ديفيوجن في اللايت ديفيوجن، السبيكولار انتنستي في الماتيريال سبيكولار في لايت سبيكولار، زائد بضيف الماتيريال امبيونت في اللايت امبيونت. وكل واحده من دي هندرسها ازاي. اول حاجه هنشوف الاتنويشن فاكتور. طيب الاتنويشن فاكتور بيعتمد على الضوء عندك هل هو دايركشنال ولا بوزيشنال لايت سورس. ففي عندي اللايت سورس في نوعين، في دايركشنال لايت سورس وفي بوزيشنال لايت سورس. دايركشنال لايت سورس بالظبط زي ضوء، مثلا لو اديت مثال ضوء الشمس، ضوء الشمس ده بيسمى دايركشنال. فانت لو مشيت في الشمس مثلا كيلو اتنين هتلاحظ اتجاه الضوء ما تغيرش، هو يعني هتلاحظ ده اسمه دايركشنال لايت. فإضاءة زي إضاءة الشمس دي بتسمى دايركشنال لايت، ملهاش بوزيشن. لكن البوزيشنال لايت دي مثلا افرض انت ماشي في شارع بالليل وفي عمود إضاءة، فانت كل ما تبعد عن عمود الإضاءة كل ما الإضاءة هتقل معاك. لكن ده بالنسبة للبوزيشنال لايت. بالنسبة للدايركشنال لايت انت لو مشيت زي الشمس، زي ما ادينا مثال الشمس، لو انت مشيت كيلو اتنين في الشمس هتلاقي الإضاءة زي ما هي ما قلتش. فعشان كده ده بتسمى دايركشنال لايت سورس. لكن العمود الاضاءه مثلا بالليل كل ما تمشي بعيد عنه هتلاقي الاضاءه بتقل، فعشان كده ده بيتسمى عمود الاضاءه بنسميه بوزيشنال لايت سورس. طيب ازاي الاوبن جي اللي بيفرق او يعرف اذا كان ده اللي انت بتقوله ده بوزيشنال لايت سورس ولا دايركشنال لايت سورس؟ بيفرقها ان في خاصيه البوزيشن بتاعت اللايت سورس. فمثلا عاوز اعمل ادي بوزيشن بتاع لايت سورس زيرو، فبقول له بستخدم امر جي ال لايت وبقول له الخاصيه اللي هديها لايت زيرو اللي هو البوزيشن بتاعه، وادي البوزيشن. هو البوزيشن هنا بنشوف الدبليو هنا، لو الدبليو بزيرو يبقى ده دايركشنال لايت سورس، يبقى اللي انت مديه ده الدايركشن بتاع اللايت سورس. لو الدبليو دي بواحد يبقى اللي انت مديهوله دوت اللي هو البوزيشن بتاع اللايت سورس. فهو بيفرق حسب ده زيرو او واحد اذا كان ده دايركشنال لايت سورس او بوزيشنال لايت سورس. فهو هنا قايلها لك اف ذا لاست فاليو اللي هي الدبليو بزيرو يبقى انت بتتكلم على دايركشنال لايت سورس، يبقى التلات ارقام دول ده اتجاه فيكتور وده اتجاه بتاعه. لكن لو كان ال W هنا بواحد يبقى التلات أرقام دول بيمثلوا البوزيشن بتاع اللايت. طيب هستفاد ايه في الاتنيوشن فاكتور؟ بنستفاد في الاتنيوشن فاكتور ان اول ما تلاقي ان انت بتتكلم على دايركشن لايت سورس الاتنيوشن فاكتور مش محتاج تحسبه بيبقى بواحد. ودي الجزئية دي ساعات نجيبها، اروح قايل لك ان اديك احط لك ال W بصفر وديك البارامترز اللي تحسب بيها الاتنيوشن فاكتور. اذا ال W بصفر يبقى على طول ده دايركشنال لايت سورس، يبقى مش محتاج تحسب الاتنيوشن فاكتور، هو الاتنيوشن فاكتور القيمه بتاعته بواحد. طيب في حاله بقى لو الاتنيوشن فاكتور لو هو بوزيشنال لايت سورس يعني ال W بواحد، هنحسب ازاي الاتنيوشن فاكتور؟ فدي المعادله اللي بنحسب بيها الاتنيوشن فاكتور، واحد على كي سي. طيب ايه هو الكي سي؟ ده بيسمى كونستانت اتنيويشن، زائد كي ال في دي. طب ايه هي الكي ال؟ الكي ال بيسمى لينير اتنيويشن. طيب ايه هي الدي؟ الدي اللي هي المسافه ما بين اللايت بوزيشن والفيرتكس اللي انت بتحسب عندها
الضوء. طيب الكي كيو ده الكوادراتيك اتنويشن. طب ايه هي الدي؟ الدي برضك زي ما قلنا المسافة ما بين اللايت بوزيشن والفيرتكس. طيب هنفهمهم ازاي؟ نفهمهم ان انا عندك كونستانت اتنويشن ممكن نحط مثلا الكي ال بصفر والكي كيو بصفر. طيب فهنا هتلاقي الاتنويشن لو حطينا الكي ال بصفر والكي كيو بصفر اصبح الاتنويشن بواحد على كي سي. طيب الدي بقى لو حطيتها بأي قيمة برضك هيبقى واحد على كي سي. دي معناها ان لو انت بعدت عن الاوبجكت اي مسافة هتلاقي الاتنويشن فاكتور كونستانت، معناها الضوء بيقل بطريقة كونستانت. فافرض الكي سي مثلا كانت بواحد، فيبقى الاتنويشن فاكتور بواحد. دي معناها الضوء ما بيقلش مهما تبعد عن الاوبجكت، الضوء ما بيقلش لان هنا الكي ال بصفر والكي كيو بصفر والكي سي بواحد. فدي مهما هبعد عن الضوء، الضوء مش هيقل معاك. طيب افرض انا جيت حطيت الكي سي بصفر والكي ال حطيتها بواحد والكي كيو حطيتها بصفر، هتبقى المعادلة تقول تبقى بتساوي واحد على دي. طيب واحد على الدي دي يبقى لو انت الدي افرض الدي كانت بواحد يبقى الاتنويشن فاكتور هيبقى بواحد. طيب افرض الدي كانت بعشرة يبقى الاتنويشن فاكتور اصبح واحد من عشرة. افرض الدي كانت بمية يبقى الاتنويشن فاكتور اصبح واحد من مية. فدي معناها لو المسافة ما بين الفيرتكس واللايت بوزيشن واحد يبقى الاتنويشن فاكتور مش هيحصل، الضوء مش هيقل. لو المسافة زادت بقت عشرة الضوء هيقل واحد من عشرة يبقى عشرة، وهكذا. لو المسافة زادت بقت مية الضوء هيقل بيبقى هيتضرب في واحد من مية. طيب لو احنا حطينا الكي ال بصفر وحطينا الكي كيو بواحد، فدي حطيناها بصفر ودي حطيناها بواحد، هتبقى الايكويشن هنا ده صفر زائد صفر في الدي زائد كي كيو اللي هو واحد في دي سكوير، فهتصبح الاتنيوشن فاكتور واحد على دي سكوير. طيب واحد على دي سكوير، طيب لو جينا نحسبها لو كانت الدي بواحد يبقى الاتنيوشن فاكتور بواحد، لو كانت الدي بعشرة يبقى الاتنيوشن فاكتور دي واحد من مية، لان هيبقى هنا دي عشرة، عشرة تربيع بمية يبقى واحد من مية. طيب لو الاتنيوشن فاكتور بمية، لو قصدي الدي بمية يبقى الاتنيوشن فاكتور هيبقى واحد على مية تربيع يبقى واحد على عشرة تلاف، يبقى هنا هتبقى فهتلاحظ هنا الاتنيوشن فاكتور هيقل لو انت الكي كيوب بأي قيمة صغيرة دي بتضرب في دي سكوير، فدي معناها هتلاقي الاتنيوشن فاكتور قل جامد خالص. كل ما تبعد عن مصدر الإضاءة هتلاحظ الضوء بيقل بطريقة جامدة خالص. طيب ازاي بعمل سيتنج في الاوبن جي ال للكونستانت اتنويشن واللينير اتنويشن والكوادراتيك اتنويشن؟ دي خاصية ضوء، فبتعملها سيتنج بأمر جي ال لايت، وبتختار اللايت سورس اللي انت هتعمله سيتنج، هل لايت زيرو ولا واحد ولا اتنين وهكذا. وبعدين بقول له النيميريتور في كونستانت اتنويشن، في لينير اتنويشن، في كوادراتيك اتنويشن، وبعدين بديله القيمة بتاعته، القيمة بتاعتهم بكام. طيب هناخد مثال ازاي نحسب، يعني ازاي مثلا نحسب. افرض مصدر الضوء مثلا، ادي مصدر الضوء، قلت لك ادي مصدر الضوء موجود في واحد واحد واحد، وهنا الفيرتكس مثلا قلت لك فيرتكس ايه دي موجودة في صفر ناقص واحد مثلا صفر. قلت لك احسب لي لو عندك الكونستانت اتنويشن باتنين واللينير اتنويشن بواحد والكوادراتيك اتنويشن بنص، احسب لي الاتنويشن فاكتور. وجيفن خلي بالك مصدر الضوء هنا اقول لك واحد 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 وواحد تاني، فاول ما تشوف الواحد الاخير ده يبقى دوا بوزيشن لايت سورس، يبقى الاتنويشن فاكتور بيتحسب. طيب انا عاوز اجيب المسافة دي، هي المسافة دي. طيب المسافة دي بجيبها ازاي؟ ادي الدي
بيساوي الجذر التربيعي ل اكس واحد ناقص اكس اتنين تربيع زائد واي واحد ناقص واي اتنين تربيع زائد زاد واحد ناقص زاد اتنين تربيع. طيب فهنحسب المسافة دي، هيبقى الجذر التربيعي واحد ناقص صفر بواحد، التربيع هيدينا واحد، زائد واحد ناقص ناقص واحد هيدينا اتنين، التربيع هيدينا أربعة، زائد واحد ناقص صفر بواحد، التربيع بواحد، يبقى ده هيدينا جذر ستة. طيب هنعوض بقى في المعادلة، يبقى واحد على الكيسي هنا جيفن ان هي باتنين، فيبقى دي اتنين زائد الكي ال جيفن انها بواحد ومضروبة في الدي، والدي اللي هي جذر ستة، يبقى واحد في جذر ستة يديك جذر ستة، زائد الكوادراتيك اتنويشن بنص مضروب في الدي سكوير، الدي بجذر ستة يبقى السكوير في ستة بس. فدي هيصبح، فدي ازاي نحسب الاتنويشن فاكتور، هتطلع بالقيمة دي. طيب افرض اديتك نفس المسألة هي هي، بس عملت لك سيتنج للدبليو البوزيشن بتاع اللايت، حطيت لك الدبليو بصفر، ففي الحالة دي ده اسمه دايركشن لايت سورس، فالدايركشن لايت سورس زي الشمس، انت كل ما تبعد عنه ما بيقلش، فعشان كده الاتنيوشن فاكتور بواحد على طول، فمش محتاج تعمل اي حسابات، هو الاتنيوشن فاكتور على طول بيبقى بواحد. طيب بالنسبة للسبوت لايت افكت، ده برضك احنا قلنا هنا اهو الاكويشن، لو جينا نرجع لها تاني، هنا بيبقى حاصل ضرب الاتنيوشن فاكتور في السبوت لايت افكت. طيب فهنشوف ازاي نحسب السبوت لايت افكت. طيب السبوت لايت افكت، السبوت لايت افكت عشان تعمل له سيتنج، اول حاجه لازم اعمل سيتنج الدايركشن بتاعه، هو اتجاهه فين. السبوت لايت افكت ده بيديك الشكل المخروطي، يعني ضوء بيدي شكل مخروطي، هل انت عاوز الافكت ده ولا مش عاوزه؟ فانت عشان تعمل سيتنج الافكت ده بقول له الدايركشن، الشكل المخروطي ده هيبص في الاتجاه ده ولا هيبص في الاتجاه ده ولا في انهي اتجاه، فلازم بديله الدايركشن بتاعه، فده بيسمى السبوت دايركشن. طيب بديله برضك حاجه اسمها الكات اوف، الزاويه دي المخروط يبقى رفيع ولا المخروط يفرش، فده بيسمى السبوت كات اوف. طيب افرض انت مش عاوز الافكت خالص، يعني مش عاوز الافكت بتاع الشكل المخروطي، تعمل ايه؟ تعمل سيتنج للجي ال سبوت كات اوف 180، لو انت حطيتها ب 180 دي معناها انت خاصيه السبوت لايت افكت مش عاوزها، وهو اوتوماتيك يبقى السبوت لايت افكت بيحطه بواحد. فانت دي اول حاجه هنشوفها، لو انا عملت السبوت كات اوف ب 180 وقلت لك احسب لي السبوت لايت افكت، على طول هو بواحد، مش محتاج تحسب اي حاجه. فهنا طيب ازاي نعمل سيتنج للسبوت كات اوف؟ بنعملها سيتنج لاي لايت سورس عن طريق الانيميريتور جي ال سبوت كات اوف، واجي حاطط الزاويه. طيب الزاويه دي الرينج، قلت لك الرينج بتاعها بكام؟ الرينج بتاعها لا اما من 0 ل 90 او 180، يعني هي بتاخد الرينج يا اما من 0 ل 90 يا اما 180. 180 يعني انا السبوت افكت مش محتاجه، مش عاوزه، فدي اعمله لك بواحد. لكن عاوز اعمل سيتنج للقيمه ليها، بحط جي ال لايت 0 واقول له جي ال سبوت كات اوف و45. طيب ايه تاني؟ السبوت دايركشن. طيب بدي ازاي؟ بقول له مثلا ده لايت زيرو، واعمل سيتنج للسبوت دايركشن، وبدي ادي السبوت دايركشن حطيناه مثلا هنا بناقص واحد ناقص واحد زيرو. طيب في نقطة تاني بقى عاوزين نشوفها، لو انت الفيرتكس، افرض انت ده الكون بتاعك والفيرتكس اللي بتحسب عندها بره الكون، فلو هي بره الكون يبقى مش هيجي لها اي اضاءة، يبقى السبوت افكت بتاعها هتلاقيها يجيب زيرو، لكن لو هي جوه الكون هنا اهو يبقى هيجي لها
إضاءة، فدي معناها عاوزين نحسب السبوت افكت بتاعها. طيب نعرفها ازاي ان هي بره ولا هي جوه؟ بنعرفها بالزاوية، ان احنا بنحسب الزاوية هنا اهو، فالزاوية دي وليكن مثلا نسميها سيتا، فبنحسب السيتا. لو السيتا طلعت اكبر من الكاتوف يبقى دي معناها ان هي بره، يعني بره الكون، فدي معناها يبقى الاثبات افكت بتاعها بزيرو. لو السيتا طلعت اصغر من الكاتوف يبقى دي معناها جوه الكون، ومحتاجين نحسب الاثبات افكت بتاعها. طيب ناخد مثال على الجزئية دي. فافرض ادي عندي مثلا ادي اكس، ادي اتجاه اكس، وادي اتجاه واي، وقلت لك فيه ادي لايت سورس موجود هنا اهو، وليكن البوزيشن بتاعه الاكس بصفر والواي مثلا باتنين. طيب هو باصص فين؟ وليكن هو باصص لتحت، فالدايركشن هنا بتاعه عبارة عن اكس زيرو ناقص واحد صفر، ان هو باصص في اتجاه نيجاتيف واي اكس، فدي دي اللي هو الدايركشن بتاعه. طيب الكاتوف وليكن الكاتوف مثلا مديها لك ب 45، يبقى الكاتوف انجل جيفن اهو زاوية الكاتوف جيفن بتساوي 45. طيب قلت لك في عند النقطة دي وليكن النقطة دي مثلا الاكس بتاعتها ب 4 والواي بصفر، احسب لي السبوت افكت هيطلع بكام، السبوت لايت افكت بكام. طيب انا عشان احسب عاوز اجيب الزاوية، فانا هنا هيبقى في فيكتور هنا وليكن نسميه في، والفيكتور الدايركشنال الدايركشن بتاع السبوت افكت هنسميه دي. هنجيب الدوت برودكت ما بين الاثنين فيكتور دي بعد ما نعملهم نورماليزيشن، فيديني كوساين الزاويه اللي هي دي اللي هي سيتا، كوساين سيتا. فنحسبها اول حاجه دي ده جيفن معطى، ولازم برضك قبل ما تعمل دوت برودكت لازم اعمل نورماليزيشن للتو فيكتورز. لو ما عملتش نورماليزيشن هيديك الاجابه غلط، لان حق ان وانت بتضرب دوت برودكت الفيكتور دي دوت برودكت في الفيكتور في، ده بيساوي الماجنتيود بتاعة فيكتور دي في الماجنتيود بتاع فيكتور في كوساين الزاويه ما بينهم. فلو انت عملت نورماليزيشن للدي يبقى الماجنتيود دي بواحد، لو انت عملت نورماليزيشن للفي يبقى الماجنتيود هنا بواحد، فيبقى دوت برودكت هيديك كوساين سيتا. لكن لو انت نسيت تعمل نورماليزيشن في اي وقت لاي واحد من دول يبقى كانك ضربت كوساين سيتا في فاليو، فعشان كده النتيجه هتطلع مش مظبوطه. فما تنساش قبل ما تعمل دوت برودكت لازم اعمل نورماليزيشن لتو فيكتورز، اتاكد ان هم معملهم نورماليزيشن. طبعا 0 ناقص 1 0 ده اوريدي معمول نورماليزيشن. طب تتاكد ازاي؟ هات الجزء دي اللي هي الامبليتيود بتاعتهم او الماجنتيود بتاعته، هتلاقي الجزء التربيعي ل 0 تربيع زائد ناقص 1 تربيع زائد 0 تربيع هيديك 1. فلو قسمت اي القيم دي كلها على 1 هيديك نفس القيمه، فدي اوريدي معمول لها نورماليزيشن. فيبقى دي جيفن عندك اللي هي بزيرو ناقص واحد وزيرو. طيب عاوز اجيب الفي، يبقى الفي هتطرح النقطة اللي بتحسب عندها اللي هي 4 و0 و0 ناقص البوزيشن بتاع الضوء، فالبوزيشن بتاع الضوء موجود في 0 2 0. طيب هيدينا هنا اهو 4 ناقص 0 ب4 وصفر ناقص 2 بناقص 2 وهنا صفر. طيب لازم اعملها نورماليزيشن، يعني ما اقدرش اعمل دوت برودكت غير تعمل نورماليزيشن. النورماليزيشن معناها بقسم على الجزء التربيعي للماجنتيود بتاع الفيكتور،
فيبقى جذر التربيع 4 تربيع ب16، 16 زائد ناقص 2 تربيع ب4، 16 زائد 4 يبقى جذر 20. يبقى بقسم هنا على جذر 20، وهنا برضه بقسم على جذر 20. طيب باجي بعد كده بقى عاوز الدوت برودكت للدي في الفي. انا عاوز احسب الدوت برودكت الدي دوت برودكت الفي. فالدوت برودكت بتضرب الزيرو في 4 على جذر 20 فيدي 0، زائد الناقص 1 في ناقص 2 على جذر 20 يبقى 2 على جذر 20، زائد 0 في 0 يديك 0، فدي هتدي 2 على جذر 20. طيب هتحسب الكوساين سيتا، هتقول ده بيساوي كوساين سيتا، فده 2 على جذر 20 هتحسب، هتشوف كوساين سيتا. طيب هتشوف سيتا، طيب سيتا زي ما واضح من الجراف هي أكبر من 45، يعني سيتا لما تحسبها تلاقيها أكبر من كام؟ من 45، فدي معناها لأن الزاوية 45 هتلاقي لك يبقى دي 2 هنا أهو، هتطلع لك كده 45، فدي 45، فالسيتا هنا أهو هتلاقيها تطلع أكتر من كام؟ من 45، فأنت هتحسبها بأي كالكوليتر واحسب السيتا وتطلع لك أكبر من 45، وخلي بالك احسبها بالديجري. يعني خلي المود بتاعك على الديجري عشان تطلع بالديجري، ما تخليهاش على الراديان، او لو انت عملت على الراديان يبقى القيمة اللي طالعة بعد ما تطلع حولها للديجري، ان انت بتضربها في 180 على بعد. طيب فالسيتا هنا تطلع اكبر من 45، فدي اكبر من 45 معناها بره الكور، معناها ادي النقطة هنا ان السيتا عندي اهو طلعت اهو اكبر من الكاتوف، فدام اكبر من الكاتوف يبقى بره الكون، يبقى دي معناها الاسبات افكت على طول تحسبه بكام؟ هيطلع بزيرو. طيب افرض نقطة جوه الكون، طيب هنعرف ازاي؟ برضك هنعيد الحسابات. افرض ادي نقطة تاني، النقطة دي مثلا 1 و0، قلت لك احسب لي الاسبات افكت عندها. طيب فهنعيد كل حاجة، هنقول ادي الفي الفيكتور في، يبقى حاصل طرح بدل دي 4 هتبقى دي 1، فواحد ناقص فدي هتبقى الفي هتبقى 1 0 0 ناقص 0 2 0. طيب فهنا هتلاقي دي ادي 1 ناقص 0 هيدينا دي 1، طيب وبعدين 0 0 ناقص 2 هيدينا ناقص 2 ودي 0. طيب لازم اعمل نورماليزيشن للفيكتور، فعشان نعمله نورماليزيشن هنقسم على الجذر التربيعي دي 1 تربيع ب1، 1 زائد 2 تربيع ب4 يبقى جذر 5، فهقسم هنا على جذر 5. طيب بعد ما عملت الدي اوريدي معموله نورماليزيشن وعملت نورماليزيشن للدي، هجيب الدوت برودكت 0 في 1 على جذر 5 ب0، ناقص 1 في ناقص 2 على جذر 5 هيديك 2 على جذر 5، يبقى دي هتبقى بدل جذر 20 هتبقى جذر 5. طيب فدي هتطلع 2 على جذر 5. طيب هتحسب السيتا برضه 2 على جذر 5 هيساوي كوساين سيتا، هتلاقي السيتا طلعت اقل من ال 45، لان ال 45 هنا اهو واحنا جوه، فالسيتا اللي هتطلع هنا اهو هتطلع اقل من 45، فيبقى هنا كوساين سيتا حسبناها طلعت 2 على جذر 5. طيب القيمه اللي بحسبها هنا اهو بشوف هل القيمه دي الماكسيمم من الفي دوت دي والزيرو، فدي معناها لو القيمة دي طلعت بالماينس يبقى القيمة دي بصفر، فهنا القيمة طلعت بوزيتيف. طيب بعد ما تطلع بوزيتيف بقول اس الاسبات اكسبوننت. طيب الاسبات اكسبوننت بعمله سيتنج ازاي؟ بعمله سيتنج عن طريق الامر ده، بقول له جي ال لايت، جي ال لايت 0
جيل سبوت اكسبوننت واتنين. فهنا بعمل لها سيتنج هتبقى 2 على جذر 5، فلو السبوت افكتد باتنين يبقى ده هتقول 2 على جذر 5 أس 2، يبقى 2 على جذر 5 أس السبوت اكسبوننت، ولو السبوت اكسبوننت باتنين يبقى أس 2، يبقى القيمة هنا هتطلع 4 على 5. طيب يبقى نراجع الجزئية دي تاني. السبوت افكت لو لقيت السبوت كاتوف ب180 يبقى القيمة بتاعت السبوت لايت افكت ب1. طيب لو لقيت السبوت كاتوف من الرينج من 0 لغاية 90، يبقى دي معناها ان انت محتاج تحسب الفيكتور اللي في والدي هيبقى جيفن عندك. جيفن منين؟ من الامر، الامر اللي هو ده السبوت دايركشن، ادي السبوت دايركشن، او انا ساعات بقول لك السبوت دايركشن ادي القيمه بتاعته. فالسبوت دايركشن ده جيفن، هتحسب بقى الفيكتور في اللي هو حاصل طرح، هتطرح النقطه اللي هتحسب عندها ناقص البوزيشن بتاع الضوء. الناتج اللي هيطلع لازم تعمله نورماليزيشن، بعدين هتعمل دوت برودكت ما بين الفي والدي وتشوف ناتج الدوت برودكت. لو كان الناتج بالنيجاتيف يبقى انا بجيب الماكسيمم من الناتج والصفر، يبقى القيمه بتاعتها بصفر. طيب الناتج بالنيجاتيف بيجي ازاي؟ انها بتكون ريفليكشن الناحيه التانيه، يعني ادي الكون باصص هنا اهو مثلا، وانت بتحسب الفيرتكس اللي بتحسب عندها الناحيه التانيه بس، فبيديك هنا النيجاتيف. طيب افرض الناتج هنا اهو طلع بوزيتيف، فلو طلع بوزيتيف يبقى اقول ده بيساوي كوساين ثيتا، واحسب الثيتا والثيتا اقارنها بالكاتوف. لو طلعت اكبر من الكاتوف يبقى برضك الناتج بتاع السبوت افكت هيطلع بزيرو، لو هي اقل من الكاتوف يبقى كوساين ثيتا هتقول اس السبوت اكسبوننت، والسبوت اكسبوننت دي برضك جيف. طيب نقف على كده ونكمل المحاضرة الجاية.